صباح الخير والسعادة والمحبة على عيونكم أعزائنا المشاهدين وين ما تكونوا. صباح الأمل والتفاؤل، صباح المودة من برنامج صباح الخير. نتمنى أن تقضون معنا أوقات سعيدة. صباح الخير زهرة. صباح الخير حيدر، صباح الخير والأمان على كل مشاهدينا. أحبتنا في حلقتنا اليوم كثير من المواضيع والفقرات، رافقونا على مدار الوقت القادم. بدايتنا حتكون جولة في بغداد الحبيبة. كالمعتاد نبتدئ بالتعرف على الحالة الجوية اليوم والأيام القادمة في عموم أنحاء العراق، ومعنا عبر الهاتف المنبئ الجوي الأستاذ علي شوقي. صباح الخير أستاذ علي. صباح الخير عليك. صباح الخير أعزائي المستمعين، إليكم الحالة الجوية لهذا اليوم. تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي، يكون الطقس في المناطق كافة طقسا صحوا مع غبار خفيف وظهور الغيوم في أماكن متعددة من البلاد. أما درجات الحرارة فتكون في المنطقة الشمالية تنخفض بضع درجات عما سجل اليوم أمس، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 39 إلى 44 درجة مئوية. المنطقة الوسطى تنخفض بضع درجات عما سجل اليوم أمس، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 45 إلى 48 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية فتكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل اليوم أمس، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 48 إلى 50 درجة مئوية. الرياح الشمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتر ساعة، تنشط إلى 30 إلى 40 كيلومتر ساعة في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. أما مدى الرؤية فتراوح من 8 إلى 10 كيلومتر، وفي الغبار من 5 إلى 7 كيلومتر. هذا مختصر للحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علي. نذهب إلى خبر آخر أحبتناه أيضا من أخبار الفنية، ويخص الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أكدت أنها لا تزال تفكر من جديد في الاعتزال، لكن حب الجمهور غير العادي يمنعها من ذلك. وعلى صعيد آخر، بدأت شيرين التحضير لبرنامجها الجديد الذي ستقدمه، وهو النسخة العربية من برنامج أجنبي فيه الكثير من الاستعراضات والضخامة، وتضمن مقابلات ويستضيف كبار الفنانين. ومن شيرين إلى شوارع وتقاطعات بغداد والوقفة المرورية للتعرف على الموقف المروري هذا اليوم مع العقيد محمد الزيدي. صباح الخير عقيد محمد. صباح الخير عليك. شكرا. صباح الخير حيدر. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة المدينة. أهلا ومرحبا بك عقيد محمد. أطلعنا على الموقف المروري هذا اليوم في بغداد وبقية المحافظة. نعم، الحقيقة حيدر يعني مسئلات إجواننا اليوم تعرف حضرتك يعني الفترة الصباحية عندما رحبت في الشرف الكاظمية المقدسة يعني تقع لكل مداخلها، حتى كنا تعرف وفاة الإمام ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد. طبعا حتى يكون واضح لكل مستخدمين الفريق أن الكاظمية المقدسة مغلقة كل مداخلها، ما عدا طبعا مدخل العطيفية، طبعا الحالات الطارئة الحالات الإنسانية في هذا المكان، لأنه دخول للمشاهد فقط. هذا الجزء أهم يعني بالموقف الصباح اليومي. بعض التقاطعات حقيقة بالكامل المداخل تخضع إلى تفتيش، لكن حقه دخول انسيابي. الساحة جدة باتجاه الدباش باتجاه ساحة عدن السير اعتيادي جدا. ساحة عدن أيضا فيها سيارات وفرت الإخوان حقيقة لكن ركاب حتى تنقل الزوار من علاوي إلى ساحة عدن باعتبار زيارة اليوم. بعد التقاطعات الموقف جيد. ننتقل إلى جسر المثنى. جسر المثنى اليوم شهد كثافة، يعني صار تدخل من مدير بغداد الكاف للموقع لأنه المطبات سببت عندها قلة بالسير الحركة اللي موجودة، لذلك أصبح الموقف بالحاضر جيد، يعني حركة سير اعتيادية لا زالت. طبعا دوريات بدراجات للموقع نحتاج دائماً نصفي السيارة في هذا المكان، لذلك السيارة أصبح اعتيادي يعني الحمد لله في هذا الوقت، يعني كانت في
شديد جدا الصراحه. نقطه بالكرف قاطع ممكن اليوم سيطره ام قبول للمناسبه تعرف الزياره والاخوان تدخلون اكثر من لاين، اصبح السير التالي فيها لكل الحقيقه السيطرات والتقاطعات اللي موجوده، اصبح السير اعتيادي. باقي تقاطعات الكرف يعني حاليا الدوراء باتجاه العلاوي، العلاوي باتجاه دمشق، دمشق بالعكس باتجاه الخارجيه ايضا حركه سير اعتيادي رغم انه قطع بالسير اللي كان موجود، لذلك اصبح السير اعتيادي. انتقل الى الرصافه تعرف يعني فتحه الاقتصاد الامام، فتحتاج الى طبعا تعرف صفحات اطلاله اتجاه مرور نعم العساونيه. الرصافه اليوم الموقف جيد يعني الخلاني باتجاه التحرير المطر جيد، طيران تحرير جيد. ايضا اليوم السيطره اللي يوم امس كان ناقشت فيها بغداد، خلينا دراجه تكون قريبه حتى اقلها نمشي 10 سيارات ونشيك سياره يكون افضل بالنسبه للدافعين الى التحرير. فتاخر حديث الصدر اليوم موقف جيد، اصبح السيارة اعتيادي. ذاك التقاطعات بغداد الجديده والكسرات حيث اليوم جهه تعبر من بغداد الجديده الى الكراده، مجسر الامانه، مجسر الاعاشه. ايضا نستخدم على فوند السيطرات حتى نحاول انسحاب السير الاعتيادي اللي موجود بيها. مداخل بغداد الموقف جيد جدا حقيقه اليوم، سونار ما طفى يعني من يوم امس، فاصبح الموقف جيد بالنسبه للواصق الراسيه، حركة جدا اعتيادية. قاطع العظمية ما شهد كثافة اليوم باستثناء متسر الشعب تجاه الصحة، خطوة كثافة كانت بس خفت ما تحاول سبروني بعد ما تحاول الله باقي التقاطع آخر موقف زي أكيد راح يشهد المواطن الكريم حقيقة دقيق بمناسبة الوفاة بقسم من السيطرات، لكن قسم من عدد الحقيقة الموقف جيد يعني شغلت حتى الآن أنا في منطقة الكرف تعرف على فتة الرشيد في تحت الجمهورية، السير جدا اعتيادي، حركة السير والمرور تكاد تكون طبيعية في كثير من المناطق، نعم. طيب بالنسبة للمدخل الجنوبي لبغداد لهذا اليوم كيف هو؟ سيطرة 75؟ نعم، سيطرة 75 موقف جيد جدا حيدر، يعني أخذت حتى موقف من الصباح الباكر، الموقف جيد جدا، تعرف بعد ما صرت السيارة كثير صغيرة، السونار يشتغل أيضا على مدار الموقف. لذلك سيطرة 75 يعني بعد ما فيش كثافة ابدا، اكو تنسيق عالي بيننا وبين الفابريكات وتعليقات بغداد. جوزات المرور تعتمد بكثافة في هذا الموقع حتى نحاول تعرف الزيارة، في وفود عندنا وزيارات ومواكب من المحافظات تكون الطريق سالك لها وتدخل بسرعة الى بغداد الحبيب. طيب عقيد محمد، يعني تعتقد انه يتم قطع بعض الطرق لتأمين الزيارة خصوصا اليوم او يوم غد؟ ما راح يصير قطع، هذه الزياره راح تكون واضحه للمشاهد، ما بيها مشاي يعني مشاط ما بيها حذر، لذلك يكون بيها يعني ما بيها مشي بس يعني قطعات توزيع القطعات بين لكن تم الشاي ما موجودين يعني ما في قطع ان شاء الله بس كثر. طيب عقيد محمد لو سمحت، يعني قبل يمكن يومين او يوم امس، قبل يوم اول امس ذكرت بان قرار منع عمليات بغداد بمنع تجوال الدراجات الناريه في بغداد لحين انتهاء مراسم الزياره، هل هذا المنع في مناطق معينه ام في جميع مناطق بغداد؟ لان لاحظت اليوم اكو يعني تجوال لبعض الدراجات، فياريت حتى نوضح لاصحاب الدراجات الناريه وتنقلهم كيف حيكون. يعني الحقيقه هي عمليات بغداد بكل بغداد. نعم. بس احيانا اذا تشوفين متفرقه انا من خلال تجوال كيف متفرقه، يعني ذول اللي عندهم تعرف في حضرتك اللي معتمدين على الدوائر، الاخوان يمكن العسكريين او الشرطه اللي يستخدمون هاي الدراجه، بس في صوره اخرى هو منع في كل الدراجات اي لانه منعوا، بس هذول عندهم استثناء احتمال يعني يتنقلون براحتهم، بس المنع ان شاء الله الى يوم هي الزياره اليوم غد ان شاء الله ان شاء الله 100% السبت ان شاء الله كل الطرق تفتح، بس حتى نوضح المشاهد المدى المؤقت انه يدخل كرم المقدسه ابدا ما يقدر يستنى وكلها مقطوعه المداخل مالها. نعم. شكرا جزيلا عقيد محمد على انضمامك الينا عبر الهاتف.
إذن الطرق راح تكون مفتوحة في أيام الزيارة، القطاعات فقط بمحيط مدينة الكاظمية. والطريق المؤدي ده من الطرق الخارجي لداخل لبغداد، يعني هذا حيكون يعني مكتظ، قد يكون ازدحامات ازدحامات غير مقطوع. غير مقطوع، لكن يعني الناس حتى يعرفون إذا عندهم يعني صادفهم هذا الطريق، إذا ممكن حتى يتجنبوا ويذهبون بطريق آخر حتى ما يعني يصطدموا بالازدحام ولا يعيقون حركة السيارات أو غيرها من الأمور. نتمنى السلامة للجميع وتكون أيام سلام وأمان على جميع مشاهدينا. نكمل مع مشاهدينا أخبار هذا اليوم. وعندنا خبر حيث احتلت العارضة وعارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بودشن المرتبة الأولى في قائمة أغلى العارضات أجرا للعام الحالي عام 2016 التي تصدر من مجلة فورس الأمريكية المتخصصة بعالم الأعمال. أكثر شيء لفت نظري وأعجبني صراحة أنه عمرها 36 عام ما زالت تعمل في مجال عرض الأزياء. يعني تدرين كل زين زهراء والمشاهدين أيضا أتمنى أن يعرفون مهنة عرض الأزياء صارمة في بعض الضوابط، خصوصا فيما يختص بالعمر، الوزن، نسبة الجمال وغيرها من هذه المسائل. فبالتالي العمر بالتأكيد يأثر على الرشاقة ومستوى الجمال وبعض المعايير المتبعة بعرض الأزياء. جميل أن تكون محافظة لحد الآن. جميل بالفعل، وان يعني لاحظنا اهتمامها واستمراريتها بعملها يعني بوصولها لهذا العمر، وهي زوجه وام لطفلين، فالامر جميل. يعني نقول للنساء يعني لا يتحججون، ممكن بان يحافظون قدر الامكان، صح الظروف مختلفه والمعيشه تكون هي مختلفه من بيئه الى اخرى، من دوله الى اخرى، لكن قدر الامكان ممكن الاهتمام بالنفس والمحافظه على الشباب واللياقه والرشاقه لاطول فتره ممكنه. طيب ننتقل معكم الى موضوع اخر الان اعزائنا، وهو موضوع يعنى بصحه الاطفال على وجه الخصوص. وللأسف ما زال مجتمعنا حتى الآن تنقص الثقافة الصحية فيما يختص بالأطفال وكيفية العناية بالأطفال منذ اللحظة الأولى للولادة، وكيفية متابعة الزيارة الدورية للطبيب حتى يتابع الوضع الصحي للطفل. الطفل من ولادته يحتاج إلى عناية طبية ومتابعة منتظمة، ومن فوائد تطبيق طبعا المتابعة المنتظمة والزيارة الدورية للمراكز الصحية أعزائنا المشاهدين هي اكتشاف كثير من الأمراض اللي يمكن أن تصيب الطفل ونكون غافلين عنها. طبعا الكشف المبكر عن أي مرض سواء للصغر أو للكبار يكون مهم جدا للقضاء على المرض بصورة تامة وبسرعة من دون مضاعفات أخرى. باستخدام بعض الفحوصات المختبرية طبعا أعزائنا المشاهدين والإشعاعية أحيانا يمكن أن نكتشف بعض العوائق الصحية أو الخلل الصحي الموجود عند أطفالنا من خلال الزيارة الروتينية للمراكز الصحية وللطبيب. خلونا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خلاص العبيدي. صباح الخير دكتورة خلاص. صباح الخير عليك دكتورة. صباح الخير. دكتورة بداية نتساءل متى يجب أن تكون أول زيارة لطبيب الأطفال؟ طبعا موضوع زيارات الطفل الى طبيب الاطفال او طبيب الاسره، وهذا اللي موجود حاليا بالعالم الحديث، والموضوع بعد في بداياته بالنسبه للعراق. الموضوع جدا مهم لمتابعه كل ما يخص حاله الطفل الصحيه، اكتشاف الامراض الخلقيه مبكرا، اكتشاف اي مرض مبكرا، ومتابعته وعلاجه، ومتابعه ايضا نمو الطفل، وخصوصا ايضا التلقيحات والتغذيه، وكل هذه الامور المتعلقه بحياه الطفل وتحت العامه. اول زياره يفترض ان تكون من اول يوم، هو يوم الولاده اصلا. هناك طبيب اطفال دائما في المستشفيات وفي صالات الولاده، يعني يقوم بعمل كشف اولي على الطفل، يشوف العلامات الحيويه للطفل والصحه العامه، ويحاول يكتشف لو لا سمح الله هناك اي يعني مشكله خلقيه لدى الطفل، ويتابع مع الام المفروض في اول يوم تقبل الطفل للرضاعه الطبيعيه، وتستمر هذه المتابعه. بعد ذلك يفترض انه الام تقوم بزياره للمركز الصحي بالذات، لانه نظام المتابعه بالعراق للطفل يكون عن طريق المراكز الرعايه الصحيه الاوليه. خلال الاسبوع الاول يجب ان تقوم الام بزياره طبيب الاسره او طبيب العام في المركز الصحي لاجراء ايضا فحص اولي على الطفل، متابعه رضاعته، ومتابعه موضوع التلقيحات اللي هو موضوع جدا مهم لاستلام التلقيحات الاوليه. بعد ذلك راح تستمر الزيارات بشكل دوري. بالعراق النظام العام المعتمد من قبل وزاره الصحه وحتى من قبل المنظمات الدوليه انه بعد هذه الزياره الاولى تستمر الزيارات في اول 6 اشهر كل شهرين للطفل.
بهاي الزيارات ياخذ بها التلقيحات الملائمه حسب العمر، بنفس الوقت يقوم طبيب الاطفال او طبيب الاسره او طبيب العام بايضا اجراء الكشف عليه ومتابعه اي حاله مرضيه قد يتعرض لها الطفل، اضافه الى متابعه النمو ومتابعه التربيه من ناحيه الرضاعه الطبيعيه او لو احتاج الطفل للتحويل الى الرضاعه الصناعيه، اضافه الى ذلك ادخال التربيه التكميليه في عمر الفطام اللي هي تبدا به السته اشهر. بعد هذا تجي زياره عمر التسعه اشهر، وبعد ذلك عمر السنه وثلاث اشهر، وبعد ذلك بعمر السنتين يفترض ان يستمر الطفل بالزياره، هذا اللي موجود عالميا، يفترض ان يستمر بزياراته على الاقل كل سته اشهر حتى تكون المتابعه دقيقه. نعم، طيب دكتوره خلاص، يعني ما هي الفحوصات المهمه التي يجب ان تجري او تجرى للطفل في العام الاول؟ حضرتك ذكرتي بان ممكن من خلال هذه الفحوصات يتم الكشف المبكر عن بعض الحالات قد تكون او التشوهات الخلقيه او الامراض اللي تكون هي مو ظاهره بالفتره الاولى اعراضها لكن تظهر بعد مرور العمر، فما هي اهم الفحوصات بالعام الاول؟ اول فحص حاليا حتى معتمد في المراكز الصحيه يسموه فحص الغربله، هذا الفحص يعني مستخدم للكشف عن بعض الامراض الوراثيه الموجوده عند الطفل والناتجه عن نقص في بعض الانزيمات او والهرمونات اللي يعني تكون اسبابها وراثيه بحته. من ذلك مثلا نقص في عمل الغده الدرقيه، وايضا مشكله نقص الكالسيوم عند الطفل، هاي المشاكل ممكن تسوي للطفل تشوهات خلقيه ونقص في نمو الدماغ ونقص في مشكله في حتى الذكاء ونمو الشخصيه ونمو العقل. البحث اللي يجرى في هذه الفتره طبعا هو حاليا يجرى خلال الشهر الاول من عمر الطفل، لكن يفضل ان يكون خلال الاسبوع الاول من عمر الطفل حتى يكون هناك اكتشاف مبكر، وبعد ذلك اتخاذ الاجراءات الضروريه اللي تعتمد على تحوير في تغذيه الطفل ومتابعه مكثفه له، متابعه نموه ومتابعه في تاهيل الطفل قبل ما يعني يوصل مرحله متطوره من هذه الامراض. هذا الفحص جدا بسيط وضروري، مجرد اخذ يعني قطره من الدم من الطفل من قدم الطفل، والحقيقه انه يعني الفحص حاليا بدا ينتشر بالعراق، لكن هناك بعض العوائل يمكن تخاف من هاي الفحوصات او تتردد في اجرائها، لكن هو الحقيقه الفحص جدا بسيط وجدا مفيد للطفل ويحميه من الوقوع في المرض دون ان تعرف العائله ذلك. بعد ذلك نوعية الفحوصات اللي تجرى للطفل خلال هذه الفترة خلال السنة الأولى تعتمد على متابعة الطبيب للطفل لحالته المرضية بصورة عامة لأي مرض متوقع، وتعتمد أيضا على يعني مسألة نمو الطفل، من يكشف الطبيب أنه أكو مشكلة في نمو الطفل أكو تأخر قد يحول إلى إجراء فحوصات مثل فحص فقر الدم بالذات، لانه متوقع خصوصا عند الاطفال اللي عندهم رضاعه طبيعيه بعد الست اشهر تبدي مشكله نقص الحديد خصوصا اذا الام ما اعتنت بالتغذيه التكميليه، فهنا فحص فقر الدم هذا يعني راح يكون مهم. احيانا الطفل يحتاج فحص شعاعي لليد او القدم او الصدر لمتابعه حاله الطفل من ناحيه وجود او عدم وجود مرض الفتاح الناتج عن نقص فيتامين دي، فايضا قد يعني يحتاج الطبيب اجراء هذا الفحص الشعاعي للطفل وعلى اساسه يتصرف ويعطي الادويه المناسبه. طيب دكتورة مناسبة للأم. نعم دكتورة، بعض الأمهات للأسف تلجأ إلى الذهاب للصيدلية إذا تشوف أي عارض صحي مع طبيبها مع ابنها، ما تذهب لزيارة طبيب الأسرة أو طبيب مخصص للطفل، تروح للصيدلية أحيانا تشرح له الحالة وهو ينصحها بدواء معين أو هي من واقع خبرتها أو سمعتها من فلانة من الجيران من الأهل تقول له اعطيني فلان دواء بدون اللجوء إلى الطبيب أو وصفة طبية، ما مدى خطورة إعطاء دواء للطفل بدون استشارة الطبيب؟ طبعا يعني هاي مشكله جدا منتشره وجدا واسعه وجدا مرفوضه، يعني انا اعتبر هذا الموضوع هو مخاطره حياه الطفل، لانه الصيدلاني هو اصلا ما يعني لا مصرح له ولا عنده القدرات الكافيه لان يفحص الطفل وينطي ادويه، فكيف وهي اصلا
يعني حتى ماكو فحص بالموضوع، وانما مجرد ربما وصف بسيط للحاله وعلى اساسه يوصف العلاج. الطفل يعني حتى احنا الاطباء احيانا نجد صعوبه في الوصول الى تشخيص الحقيقي لمرضه، لانه الطفل ما يتكلم مو مثل الكبير. بالفعل يقدر يوصف حالته ويقدر يوصف شنو معاناته وشنو مشكلته، بينما الطفل طبعا هذا الشيء ما موجود، فهو يعتمد بالاساس على فحص الطبيب حتى نوصل للتشخيص. النقطه الثانيه، هناك الكثير من الامراض الخطيره التي تبدا باعراض بسيطه مثل الحمى مثلا، بعض الامهات يستهينون بها وفقط يكتفون باعطاء المضاد للحراره او يبدون راسا باعطاء مضاد حيوي سواء من يمها او باستشاره مجرد صيدلاني او جيرانها او اقاربها، لكن هذا الموضوع بخطوره، لانه هاي الحمى قد تكون علامه على وجود مرض خطير مثل التهاب السحايا الدماغيه مثلا او التهاب الكبد البيروتي او اي شيء ثاني. فهنا يعني انا انصح الام انه هذا الطفل لا تتلاعب به بهاي الطريقه ولا تستهين بالموضوع، يعني حتى اذا ما في امكانيه للذهاب الى طبيب خاص فعلى الاقل المراكز الصحيه موجوده، وعلى الاقل يعني مهما تكون امكانيات هذه المراكز فالطبيب يستطيع ان يكتشف الحاله الخطره على الاقل فيتخذ الاجراء المناسب ويحوله الى المستشفى، وبذلك ينقي الطفل من عواقب الوقوع في هذه الاخطاء وهذه المشاكل. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا دكتورة، وريت من كل الأمهات يكونون حريصين وينتبهون على كل النقاط اللي ذكرتها دكتورة، وبالأخص فيما يخص الفحوصات الدورية وحتى الفحوصات بالشهر الأول وحتى من اليوم الأول وخلال العام، والانتباه على أدق التفاصيل. يمكن إحنا نعيش في حياتنا، يمكن كثير من يعني نتفاجأ نسمع من أمراض جديدة دخلت يعني موجودة، وهي تكون من الجو الملوثات اللي بنظام الحياة اللي هو ما يكون صحي بكل تفاصيله، بنتيجة تأثر على صحة الأطفال. ريت يكون اهتمام دقيق بكل تفاصيلهم حتى نوصلهم الى هم يكونون متعافين ويعيشون حياتهم بدون اي الام، والصحه والسلامه للجميع نتمناها. هي مصممة أزياء ذات ذوق مميز واتجاه خاص، تعرف جيدا كيف تضفي العصرية والأناقة على أزيائها، وهي تسعى للمزج بين التصاميم الحديثة والأزياء التراثية. ضيفتنا في الاستوديو لهذا اليوم المصممة زهراء طارق، وتتحدث معها عن تجربتها وأيضا عن أناقة المرأة في الصيف. صباح الخير زهراء. صباح الخير عليكم جميعا. أهلا بيك. الله يخليك حبيبي. زهراء، يمكن تكون يعني بشكل بسيط نطل المشاهد الكريم، بداية كيف كانت اهتماماتك بعالم الأزياء وكيف دخلتي إلى هذا العالم؟ كان هناك تشجيع، حبيتي أو شفتي بأن في العراق قليل المصممات، يعني قد يكون هذا التوجه لعالم تصميم الأزياء قليل جدا وممكن لصعوبته فيبتعدون عنه، كيف كانت البداية وياك؟ بداية هي طبعا كل مصمم إلى موهبة وإلى خيال، حبت هذا المجال كثير ودخلت من خلاله دورات كثيرة، خذت كورس مجال تصميم الأزياء بالعلم أني مهندسة مدنية، لكن الدراسة شيء والخيال شيء ثاني والطموح أيضا. كانت بدايتي هو يعني شغلي إن أكون أتخذ لاين معين اللي هي فساتين الأوت كوتيور، فساتين السهرة والزفاف، حبيت يكون إليا ماركة خاصة فيني. كملت إجراءات الماركة أيضا وصارت إلي بصمة بعالم تصميم الأزياء اللي هي ماركتي آزور. قمت كثير من عروض الأزياء داخل وخارج العراق، آخرها كان داخل القصر الملك البحريني عرض أزياء إلي، ومثلت العراق كمصممة أزياء ناجحة داخل مملكة البحرين. ما شاء الله عليك، مباركة النجاح. طيب زهراء، بالنسبة للتصاميم منين تستوحيها؟ استوحي دائما من خيالي، وكثير اتابع خطوط الموضة العالمية لا شك بهذا الشيء، لكن لازم ادمج خيالي بهذا الشيء، كذلك اللمسة او التاتش مميز اخلي بلمستي في سبيل حتى تتميز ماركتي عن بقية الماركات وكذلك المصممين ايضا. طيب شنو هذا اللمسة او التاتش اللي تتميز تصاميمك عن باقي التصاميم؟ حتى الناس مثلا تشوفها قبل ما تسأل عن نوع هذه الماركة او المن تابعه تقول هذه خاصة بزهرة طارق. كثير ادخل الهاند ميد بشغل، حابه يكون شغله يكون هاند ميد، وخاصه بالعراق نادرا ما تلقين مصممه ازياء فساتين ساهره واوت كوتيور وفساتين زفاف. انا تميزت بالعراق بهذا اللاين معين وكذلك بالهاند ميد، كثير اخلي هاند ميد لكن بطريقه جميله وبسيطه، وكذلك تحسين الفستان فخم لكن بسيط. طيب مثل ما نعرف انه الاكسسوارات ايضا تكمل
زي الفتاة، مهما كان نوع الرداء اللي ترتديه والمناسبة اللي ترتدي بها، فتفكرين انه تكملين ازياءك من خلال استخدام اكسسوارات معينة مهتمة بهذا الجانب؟ طبعا كثير، حتى بالاتلي عندي بالمنصور، يعني عندي اتلي بالمنصور فاشن هاوس، حاطه جانب كثير من الاكسسواريز، مرات اصلا انا اصممها، يعني يصمموا لي اياها يكملوها، وانا حسب رايي خيالي لهذا الشيء. مو كل فستان يرهم له طبعا اكسسواريز، في بعض الفساتين لين انا ادخل شغل الهاند ميد، فنادرا ما اخلي الفستان يحتاج اكسسوارات سوري، لكن اكثر شيء تختص اذا الفستان كان بهاند ميد، التراشي شيء بسيط، السواره هذا الشيء اكثر شيء، نادرا ما استخدم العقد يعني بالفستان. طيب انت يعني اختاريتي يكون مجال تكون فساتين السهره او التصاميم الخاصه اللي هي تكون حسب الطلب للزبائن، احنا في العراق تحديدا في بغداد وهو مكان اقامتك، تحسين بان الفتره الاخيره النساء بداوا يتوجهون لهذا النمط من يعني اقتناء الازياء، لو يعتمدون على الالبسه الجاهزه الموجوده بالمحل، لا بدات يحبون بان يتميزون بتصاميم تكون خاصه لهم، بلمسات تميزهم في مناسباتهم الخاصة. طبعا هي فكرة المصمم هو إلى لمسة خاصة، إلى تاج مميز، إلى قطعة ما تتكرر. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا بيه أخذ العراق صدى واسع، بأنه أي زبونة تجين تحب تكون قطعة مالتها مميزة غير عن كل البنات، تكون إلها لمستها أيضا، إلها فد بصمة، إلها اختيار اللون، لكن إلي الدور الأكبر طبعا بالتصميم. لا لقيت كثير يعني زبائن حبوا هذا الشيء، وصاروا إلي زبائن الحمد لله وشكر، والحمد لله وشكر لقيت نجاحا بهذا المجال. طيب حدثينا عن آخر أعمالك وتصاميمك. اخر شيء بعد ما مثلت العراق ومملكه البحرين، دخلت كثير من الرعايات، منها التلفزيونيه، البرامج التلفزيونيه، كذلك اخرها كان مهرجان السنيوريتا العراق، كنت الراعي الرسمي للازياء تبع المتسابقات، وكذلك الاعلاميه المتميزه دره، اوجه لها تحيه طبعا كبيره. يعني حبيت ان تكون كل فتاه او كل متسابقه تمثل، كل فستان اختارت لها يمثل شخصيتها ايضا، يمثل الفصل الصيف اللي احنا بيه من خلال اللون والقصه والشغل ايضا. جميل، طيب لو نتحدث عن هذه مجموعه الازياء اللي معانا في الاستوديو، نبدأها بالفستان الاحمر، وتحدثينا عن الفكره كيف كانت، وخامه اللي استخدمتيها، وهل كان بيها هو الهاند ميك موجود، لو يعني استعنيتي بقصات جاهزه او قطع جاهزه؟ نهائي ما استخدم القصات الجاهزه بالفساتين، فقط كلها من الورشه الخاصه بي طبعا. الفستان كان لون الاحمر، هذا الفستان بالهاند ميد، يتميز بخامه التول الاحمر، كذلك الهاند ميد، لان الاحمر عاده ما يحب لون ثاني يدخل وياه، فتميزت باللون، دخلت ويا الخامه الشك اليدوي اللي هو عباره عن فستان الخامه من الورود، ايضا يعني تحاكي فصل الصيف، والشغل يكون بلون الاحمر ايضا، لان هو هذا الفستان بقصه الستيان ايضا، لبسته الاعلاميه الجميله دره، هذا التصميم بمهرجان سينيوريتا العراق، حبيت يكون فستان يناسب شخصيتها ايضا، هذا الفستان يكون منفوش مثل الباربي ايضا. طيب بالنسبه لبقيه الازياء، هذا الفستان ايضا اللون الازرق، هذا اللون الدارج ايضا في فصل صيف 2016، اللون يكون متميز ايضا، مثلت اللوحه من قصص الخيال داخل مهرجان سينيوريتا العراق اللي هي السنو وايت، حبيت يكون لها بصمه معينه من خلال اللون، من خلال ايضا دخلت ويا ايضا الهاند ميد اللي هو الستراس من خلال الاحزام، كذلك حبيت يكون شيء، ما احب لازم يكون لي لمسه بالهاند ميد موجوده على الفستان، حبيت يكون هذا اللون هو يمثل السنو وايت، كذلك يمثل المتسابقه اللي لبستها بهذا المهرجان. لكن لاحظ ان الفستان بسيط جدا، يعني اي فستان بسيط، لان هي اصلا قصه الخيال كانت السنو وايت، هي شخصيتها ناسكه وهادئه، وحبيت يكون لها فشي مميز ومعين، وما حبيت يتكرر نفس التصميم اللي بالفيلم الكرتوني، حبيت يكون إلي لمسة خاصة بهذا التصميم. عادة تفضلين التصاميم البسيطة لو التصاميم اللي بيها تفاصيل كثيرة إطار وديزاين معين يلفت النظر؟
اكثر شيء احب الفساتين اللي انا استوحي من خيالي. اكو في بعض الاحيان قصات احب تكون قصات فخمه، لكن ايضا ارجع واقول مثلا الهاند ميد ايضا يلعب دور اساسي. اذا كان الفستان حتى لو بسيط لكن استخدمنا خامه الهاند ميد شيء جميل، راح ينطي الفستان ايضا فخامه، لكن الفستان بحد ذاته يكون شوفيه فخم لكنه سمبل يعني بسيط. نتحدث طيب عن هذا الفستان. عن هذا الفستان الظاهر الان، الفستان الاخضر، هذا اللون الاخضر الفستقي او الاخضر المائل للبيج، ايضا من الوان الدارجه بفصل الصيف 2016. حبيت ايضا ادخله بمهرجان السنيوريتا لان تمثل المتسابقه اللي لبستها من شخصيتها، حبيت يكون هذا اللون مميز للغايه لانه نادرا ما تلقيني بهذا الفصل هذا اللون، وكذلك اللون الاخضر يكون مميز للغايه لانه يمثل لون الطبيعه، لون الاشجار، لون الطبيعه الجميله. فحبيت يكون ايضا دخلت ويا الهاند ميد ايضا ستراس مع ذلك الخامه اللي استخدمتها بالتوب الفستان اللي هو خامه الشكل اليدوي، حبيت يكون شيء مميز وشيء غريب ان ادخل بمهرجان فخم مثل هذا يمثل انسه العراق ان يكون لها اسم بها صراحه. طيب انت ذكرتي بان اذا كان احد او اثنين من الفساتين هي تمثل شخصيه العارضه اللي حترتدي، قبل ما تقبلين على التصميم او يكون هو ضمن مهرجان او فد احتفال معين، تحبين بان تتعرفين على المشاركات او العارضات اللي حيرتدون الازياء التي حتقومين بتصميمها، وعلى اساسها حت كل عارضه او كل يعني اذا كانت شخصيه عامه حسب شخصيتها حتصممي لها الفستان، لو هي تصدق بان تصممي المجموعه وبعدين تشوفين كل وحده شنو اللي يناسبها فتعطيها التصميم. هذا السؤال بشقين، اللي هو الاول بين اذا اني اسوي كولكشن، فهذا كولكشن هذا يمثلني انا، يمثلني من خامه من لون، ادخل مثلا اللون يعني اقدر بالكولكشن وعلى اساسه انزله بالاتوليه تبعي. لكن اذا حبيت اصمم المهرجان معين لازم اشوف المتسابقات ايضا، ولازم اتعرف على شخصيتهم، اتعرف على الادوار اللي ياخذوها. كوه في بعض لوحات منها فلكلورية، منها لوحات من قصص الخيال، فلا تكون اول بدايه اتعرف على الشخصيه اللي تمثل هاي الفستان راح تلبسه، او حتى لو شخصيه عامه ايضا اشوف اذا كانت بسيط هي طابعها من مثلا فتاه هادئه بسيطه لازم يكون الفستان على اساسه، لازم التش تبع المصمم او الماركه ايضا يكون بارز بهذا التصميم. طيب حدثينا عن موضه الصيف هذا العام، بشنو امتازت الالوان اللي استخدموها بيوت الازياء العالميه، بنفس الوقت شنو نوعيه الازياء اللي ممكن ارتدائها بصيف حار مثل اجوانا؟ الالوان الدارجه بهذا الفصل وهذا الصيف 2016 هي الالوان اللي كثير من دور الازياء اختاروا الالوان، هي تقريبا 10 الوان اختاروا الالوان اللي يعني الهادئه اللي وكذلك دمجوها بالالوان الصاخبه، لكن حتى لو كانت بالهايلايت او الالوان المطفيه اندمجت، ما بقى ان نحدد اي انسان ان يلبس لون معين او شكل معين، لكن اتبعوا دور الازياء العالميه الموضه من خلال شافوا الكثير من الناس ملتهين بالمواقع التواصل الاجتماعي من الشغل اللي يصير عليهم لود، فحبوا تكون الالوان تكون بارزه بهذا اللون، فاختاروا كثير من الالوان من الصيف 2016 حتى يعني تحد من الضغط النفسي اللي على الناس، اختاروا الالوان الاخضر الصريح، الاصفر الصريح، اختاروا الاحمر المائل للنبيذي ايضا، وكذلك البني، وايضا اللون الوردي، الوردي الخشبي يكون بهالحاله، اختاروا كثير مع الاطفاء كثير من تقدر اي بنيه ايضا اللون ابراز الخامه من خلال ايضا الخامه الحرير لكون الصيف يكون شديد الحراره، فخامه الحرير هو الانسب لهذا الصيف، وكذلك تقدر اي بنيه يعني تحاول ان تلبس اكسسواريز معين تضفي جمال ايضا للقطعه اللي تلبسها. اكيد نتمنى بان تجدوها الموفقيه وتعملين كثير من وتشاركين في كثير من الاحتفالات او عروض الازياء، وايضا نتمنى بان تكونين اسم مهم مثل المصممه الازياء العالميه زينه زكي، لان هي بالفعل هي تعتبر بالنسبه يعني ايضا قدوه، لان هي بدات من الصفر وصلت الى مكانه مهمه، ان شاء الله يكون ايضا مشوارك حافل بالنجاح. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا، اوجه لكم تحيه. شكرا. الان اعزائنا المشاهدين نبقى مع الجمال، لكن هذه المره مع فقره ميك اب.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة عبر فضائية المدى من صالون باتشي إيروتي إربيل. اليوم كمان بنحب نرحب بالدكتورة أخصائية بجراحة التجميلية دكتورة سحر المصري. أهلا وسهلا فيك دكتورة. دكتورة، في ثورة بعلم التجميل، بعلم الطب، بكل هالعلوم هيدي، في شيء اسمه ليزر وتطور وتعددت استعمالاته، فمنحب نستفسر من حضرتك لوين وصل الاختراعات بالليزر وعلاجاته، وهل هي فعلا فعالة بكل الحالات، وشو بتنصحي حضرتك؟ الليزر طبعا هو يعني أداة فعالة جدا، نعم، بعدة مجالات بالطب مش بس بالتجميل يعني. نعم صحيح. هلا بنحكي عن التجميل، مثلا في عنا مشاكل البشرة اللي هي بيعانوا منها كتير شباب بعد ظهور حب الشباب يعني. نعم. او حتى بعمر اكبر يعني بين ندبات، كنا حكينا عنه لحب الشباب. نعم. فالعلاج بالليزر هو احد الوسائل الفعالة لازالة اثار الندبات. ولكن كل شيء له ولكن. نعم. طبعا لازم يكون بايدين مختصة، يعني هذه علاج الليزر للندبات وبإذن طبيب، لازم يكون طبيب مختص أكيد. بالأول كان عنا عدة أنواع من الليزر اللي بتعملنا التقشير الغميق. نعم. الأبليشن يعني هو نوع من الأحط أو التقشير بنسميه. نعم. الغميق. هلأ في عنا من كم سنة وبالجاي عنا الفراكشن الليزر اللي هو أخذ مركز كتير مهم بعلاج الندبات، مش بس بعلاج الندبات. نعم. كمان بإعادة شباب البشرة، تنشيط الكولاجين، علاج تصبغات الأغذية. فالفراكشن الليزر له مكان مهم بعلاج الندبات وبالأخص بعد حب الشباب. نعم. في عنا رجع طلع يعني شيء اسمه راديو فريكونسي، كنا بنستخدمه بالجراحة من زمان وهو جدا فعال. نعم. وأنا من الناس اللي كثير بحبوا استخدام راديو فريكونسي بالجراحة لأنه يعني هو أقل خطر من الليزر وأسهل استخدامه. نعم. إلى آخره. كمان راديو فريكونسي اللي هي طاقة، يعني ما هو الليزر ضوء، راديو فريكونسي هي ذبذبات راديو. نعم. عالية الموجات. كمان تستخدم بنفس الطريقة لعلاج الندبات. نعم. أو لتنشيط الكولاجين لتجديد شباب البشرة. فإذا صار عنا عدة أنواع من الليزر وعدة علاجات، دايما بتركزي دكتورة انه بدنا نكون متوجهين الى اخصائيين عن جد محترفين. طيب هالمريض اللي هو عنده، نعتبر هذه الحالة مرضية وتوجه الى طبيب يفترض انه مختص، كيف بدنا نعرف انه هذا الطبيب فعلا مختص، هالطبيب فعلا رح يكون العلاج تبعه فعال؟ لانه مثل ما بتعرفي بس نوصل لمراحل معينة من العلاجات وما نستفيد، دايما المريض بيأس، يعني بيصير توجهه إلى الأشخاص الخطأ في مراحل كتيرة لأنه بيأس. فشو بتنصحي المريض أو المريضة بهذه الحالات؟ كيف بدنا نعرف الطبيب المختص اللي هو فعلا رح يكون عنده النتيجة الصحيحة؟ لأن دايما بياخدوا وعود والوعود ما بتكون على قد النتيجة على قد الوعود. هلأ نحن بدنا نقول إنه كل الأطباء عندهم الضمير. نعم. وعندهم علم، والطبيب المختص يعني هو بيعرف عن نفسه وشهايده بالليستات الموجودة عند نقابات الأطباء. نعم. وبين الطبيب والمريض لازم يضل يكون في يعني ثقة. صح. الطبيب بيفهم المريض بوعيه، كمان الطبيب مهمته انه يفهم المريض عن حدوده وعن الامكانيات اللي فيه يعملها واللي ما فيه يعملها، والمريض لازم يكون عنده مصداقيه بالشرح وبالتعاطي مع الامور. تمام. يكون عنده مصداقيه بالشرح، يكون كمان يتابع العلاج اللي يعني اللي بيقترحه الطبيب او بيوصف له اياه بالبيت لحتى يلاقوا النتيجه اللي لازمه. فاذا العلاجات هي طبيه، وزائد العلاج يكمل بالبنزل فيما قلنا، النظافة، المراهم، الأدوية. إذا كنا عم نعمل علاجات بالليزر نحافظ على بشرتنا ما نتعرض للشمس. الترطيب كتير مهم. الترطيب. نعم. يعني نحط الكريمات اللازمة لحتى ما تنشف البشرة وتعمل تصبغات أو نظافة. بأي وقت بتنصحي إذا بدنا نعمل علاجات مثل هالعلاجات الليزر وغيرها؟ أيوة. بأي وقت من السنة بتفضلي يكون هيدا العلاج؟ أفضل شيء هو الشتاء. نعم. يعني الخريف الشتاء لما بيكون خفت الشمس. نعم.
بالاخص ببلادنا، لانه الشمس بتضل لفتره معينه من الخريف، يعني فتره الشتاء هي افضل فتره لعلاج الليزر. ان كان عملنا فراكشنال ليزر يعني تقشير بالليزر، او التقشير الكيميائي يلي بينعمل عند الطبيب اللي هو بيكون يعني وسطي او غميق، افضل شيء الوقت الشتاء. عادة بنلاحظ كمان في سيدات ما عندهم مشاكل بالبشرة، بس بفضلوا انه سنويا بفصل الشتاء يتوجهوا لعلاج الليزر اللي هو قشر البشرة والى ما هنالك، لحتى ياخذوا بشرة جديدة نظيفة ندية صحية. فإلى اي مدى بتنصحي بهذا الشيء؟ كل علاج له اسباب. نعم. يعني العلاج من دون سبب أنا مش معه. نعم. أنا مش مع تعرية الجلد، لنسميها لأن هي تعرية للجلد. نعم. عم نشيل طبقة مهمة منه وعم نفسح مجال لتطلع طبقة جديدة. هالشي مرغوب فيه، بنرغب فيه بحالات الندبات، بحالات التجاعيد. نعم. بحالات التصبغات، بس إذا كانت المرأة مش واصلة لمرحلة ما عندها هذه المشاكل ومش واصلة لمرحلة متقدمة لنسميها أو متوسطة، نعم، بظهور التجاعيد اللي هي من معالم تقدم بالسن، ما بالضرورة أنه ينعمل هذا التأشير بالليزر اللي عم نحكي عنه اللي هو غميق. نعم. مش بالضرورة أنه ينعمل، نحن ما بدنا نضعف البشر، بس ممكن يلي ننصح فيه هو التأشير الخفيف، يعني الماكرو ديرم أبريجن. في عنا سوفت ليزرز يلي هو مثل الأربيات ليزر أو غيره، في عنا راديو فريكوانسي، في عنا الاي بي ال يلي هي شوي اخف من علاجات الليزر القويه اللي بتنعمل. نعم. فاذا العلاجات الليزر القويه هي علاجات في حالات مستعصيه. نعم. انما اذا كان عنا شويه تصبغات شويه تجاعيد بسيطه ممكن نروح لشيء اخف، اي بي ال او شيء، لانه الاخف دائما مضاعفاته اخف، قادرين نسيطر عليه اكثر، فمش بحاجه نحن نفوت بريسك اذا ما انه ضروري. شو بدنا نحكي عن الكريمات؟ المفروض انه نحن اذا وصلنا لهي المرحله وصار عندنا تقشير لازم نغذي هالبشره، شو بتنصحي الكريمات؟ كيف رح يكون الاستعمال اليومي للكريمات؟ الى اي اتجاه؟ ايه يعني العنايه بالبشره بالمنزل هي بتتضمن، فينا يعني نلخصها انه مرتين بالنهار يتغسل الوجه، يتنظف الوجه، يستخدم مرطبات حسب حاجة البشرة. نعم. إذا عندنا بشرة دهنية مايل لحب الشباب لازم تكون مرطبات على أساس، يعني الكريمات بأساس مائي، ما نعم. في شيء زيتي. أساس زيتي وأساس مائي، لازم تكون أساس مائي حتى ما تتسكر المسام ونزيد الطين بلة. نعم. هيك اللبنانية نزيد. نعم نزيد الطين بلة صحيح. فنحن بنستخدم هذه الانواع من الكريمات. هلا بالنسبه للعمر كمان بيلعب دور، انه نعم. بعد عمر معين لنقول بعد ال 35 40 بحاجه نحن لانتي ايجينج كريمز، يعني كريمز اللي فيها مواد مضاده للشيخوخة، فيها اوكسيدنتس، فيها فيتامينات، نعم، فيها مرطبات الى اخره، بحاجه لها بنكون اكثر، يعني حسب العمر وحسب حاجه البشره. في ناس بشرة عندهم دهنية متقدمين بالسن ما بحاجة لكريمات تختلف، نعم، عن الناس اللي بشرتهم ناشفة ومتقدمين بالسن. وعندنا مسألة تصبغات، صح، كمان فينا نقول يلي بدنا أنواع خاصة من الكريم يلي هي بتعمل بليتشينج يلي هي بتخفف من التصبغات هاي. فإذا لغنا عن الكريمات المنزلية، نعم، بس الفرق أنه لازم نتوجه للأخصائي أو الدكتور المختص مشان لنعرف اي نوع كريم بدنا نستعمل حسب بشرتنا، لانه يفترض مثل ما بيكون عندنا غذاء بدنا ناكل بدنا نشرب، البشره بحاجه انها تتغذى، فلازم نتوجه للمختصين بهذا المجال حتى ناخذ الكريم الفعال بالحاله اللي عندنا ونكون ماشيين على الطريق الصحيح. صحيح. دكتوره سحر المصري، انا بتشكرك كثير على حضورك ومتمنى اشوفك بلقاءات اخرى. أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقات مقبلة. إذن عدنا معكم مجددا أحبتي المشاهدين ونستكمل معكم بقية فقرات حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج وخصوصا في يوم الخميس يأخذنا زميلنا أنس عادل بجولة في إحدى مناطق بغداد ومحلاتنا التراثية القديمة. اليوم اختار لنا أنس منطقة أبو سيفيان، خلونا نتعرف على هاي المنطقة.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم بنهايه كل اسبوع بان نسلط الاضواء على المناطق التراثيه اللي تجسد معالم بغداد. نتواجد اليوم بمحله ابو سيفين، هذه المحله اللي تتوسط منطقتي باب الشيخ والفضل. خلينا وياكم مشاهدينا الاحبه اليوم نتجول ونستطلع ابرز الاراء بمنطقه ابو سيفين. تعلمت تسوي ليفه هنا ببغداد؟ زين، ايش قد صار ليت؟ صار لي من 80 انا ببغداد. زين، اي هنا باب سيفين منطقه اي ما رايح اي مكان. زين، شنو اللي صار بالمنطقه من تغييرات يعني؟ كل شيء ما صار. كل شيء ما صار. زين. اي والله يعني لو شو اقول لك لو باقين على قبل احسن. والله شلون يعني من اين؟ الكهرباء اكو، الماي هسه نسحب بالماطور بالمي ماكو، بالهذا شو اسمه البام نسحبه، هاي 4 ساعات يقطعون الكهرباء ما ادري 5 ساعة واحدة يطوها، صار اسبوع هذا الحكي. زين يعني المنطقه اشوفها تعاني من نقص بالخدمات. بالخدمات مقرنص، هاي كل المناطق مقرنص بس احنا لا. اي والله تكرم الزباين، لا سبالي طوب لا نفايه لا شيء، اي واحد حتى احنا نشتري علالق مال النفايه و إيه. حياتكم شلون كانت قبل؟ حلوه. اي من اي ناحيه؟ من شو اقول لك؟ قبل الطيبه. اي والله انا شفت حتى ماكو الكبار بالعمر الشياب الرياجيل بعدهم هم مثل قبل يروحون للقهاوي يقعدون يلعبون دومنا. لا انا ما عندي رجال كبير، وجالي متوفي. الله يرحم موتاك. بس احنا بعدنا هاي الحجيه كانت تسوي ليفه، هاي جوارينا ذولا هنا يعني بعدنا يواصل، واحد يواصل الاخ ونروح عليهم خبزه قرصه معون مرق معون تمن. انتم بعدكم تخبزون بالبيت؟ اي نخبز بالبيت. سموها باب سيفين هذا لان كان واحد يقول لك على سناد من احدى الصحابه مال الدينين يحارب كان بسيفين. اي فلهذا سموه منطقه كان يمتلك سيفين. سيفين فنسبه لهذا الشخص سموه ابو سيفين. ابو سيفين سليغات هناك. زين جو ابو سيفين. حلو. السيفين وين راحن؟ السيفين ما هم اختفن، واغلب المناطق كانت بها احنا كان اغلبهم يهود وحتى المطربه ام كلثوم جت الى ابو سيفين سنه 936. اي جت على بنيه سلطانه يوسف ابوها كان يبيع اسواق. يلا باي 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 باي. ابرز المختاريه اللي هنا عملوا يعني ابو سيفين تذكرهم؟ والله هم بالي بس شويه اساميهم شويه راح يعني اسماء الشقاوات يعني حجي محي شلون الله يرحمه اذا عايش ما ادري بعد حي ميت ام المختار حجي محي. زين وسعدنا خوش ولد احمد امين. زين زين الشقاوات من كانت؟ شقاوات هواي كانت هواي بس انت كنت من ضمنهم؟ لا 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 طبعا شقاوات كانوا وضعهم غير شكل يختلف شوية. لا بس يقول لك هم كانوا يدافعون على الفقير كانوا يعني هم بيهم نخوة يعني. كان شقاوة بس مو على ابن منطقته على البرة. صح. اي ابن المنطقة يختلف. بنت المنطقة تختلف. صح. اي فشان هم يعني من المدافعين. هذه المنطقة لو بغير دولة شلون كانوا اهتموا بها؟ هاي هذا حكي. زين تعرف ليش سموها بسيفين؟ هي حسب يعني ما ابائنا كان سيف مال الحنطة. سيف براس شارعين ها وسيف بنوا سيف لاخ قام يسعوا سيفين هن قام يسعوا ابو سيفين. اكو مقوله ثانيه اكو امامهم جوا ابو سيفين. هو نسبه لهذا الشخص انه كان يحمل سيفين هي
هاي روايات يقال هيك، بس هي الاكثر هاي احنا عائله اللي نعرفه. انا ابا عن جد. اذا مشاهدينا الكرام، يقال ان ابو سيفين سميت بهذا الاسم نسبه الى احد الاشخاص الذي كان يحمل زوجا من السيوف، نظرا لقدرته وهيبته وشجاعته. لكن غريب في الامر انه الى الان لا احد يعلم ما الذي حل بهذين السيفين. في الختام تقبلوا تحياتي وهذه عوده الى الزملاء. طيب لا تسد الباب ولك قبل الطيب. ولك سد الباب، ما عندي مفتاح. يلا فهمت، ما عندي مفتاح. شكرا جزيلا لك انس، واهم شيء تكون ما سديت الباب لان الحجيه ما عندها مفتاح. شكرا لك ولمتابعتك لهذه المواضيع، ونذهب بموضوع اخر من ضمن فقراتنا لهذا اليوم احبتنا المشاهدين، حيث نعرف جميعا كيف تسبب ادمان مواقع التواصل الاجتماعي في التاثير سلبا على العلاقات الزوجيه والتواصل بين الزوجين. ولكن ما لوحظ في الفتره الاخيره هو انها لا تلعب دورا فقط في ضعف العلاقه، وانما في دفع الزوجين نحو الطلاق ايضا. وفي استطلاع اجرته وكاله الصحافه الفرنسيه، لاحظ القائمون عليه زياده في عدد حالات الطلاق التي تستخدم فيها أدلة تم العثور عليها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الوكالة أن هناك عدة طرق تدفع بها السوشيال ميديا الزوجين إلى الطلاق. إذن الموضوع يحتاج أن تكون عنده وقفة والحديث ونقاش حتى نعرف فعلا كيفية التأثير السلبي اللي يدفع الزوجين إلى الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. حديث أكثر عن هذا الموضوع معنا ضيفتنا في الاستوديو الباحثة الاجتماعية ست نادية جعفر. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا بكم ست نادية. بداية، كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقة الزوجية؟ أكيد تأثيرها سلبي، يعني حد هذه الحالة مثل ما تفضلت فعلا أنه أكو هذه الصحيفة الفرنسية، واعتمدت على دراسات من جامعة أوكلاهوما، وكانت نتائج كثير أنه تدخل، يعني هاي الفترة اللي دخلت بيها السوشيال ميديا، اليوتيوب، الفيسبوك، الشات بالدرجة الأولى، بعدت كثير الأزواج عن علاقاتهم الأسرية المتماسكة. يعني مثلا كثير يعني من الزوجين يعني مارين بهالشيء هذا، خصوصا هذه الفتره. مثلا احنا نحكي على المجتمع العراقي، كان الزوج والزوجه مساء يتحدثون، يعني صار بالنهار اذا كانت المراه تعمل شنو، صار العمل البيت شنو، يسال الزوج او الزوجه. يعني واللي ملاحظيه اكثر بالبيوتنا احنا بمنازلنا، انه مجرد انه نجلس على شاي مثل او دنام او اي شيء، راسا واحد منهم او اذا مو اثنينهم كل من يلزم الموبايل مالته ويقعد، اما شات ابديت الحديث اللي صار اي، فينتهي الحديث انه ما يصير تواصل. يعني فقدنا التواصل، فقدنا الحميميه بالعائله. يعني مثلا الزوج حيكون هو مشغول طبعا بشو، مثل العمل اليوم العمل مالته، يعني نهاره طويل، يعني اذا يرجع 5 بالـ6 اما ياكل شوي، يشوف اولاده او يشوف البيت، انلزم التليفون. كذلك هي الزوجة. طبعا هنا أنا أتمنى في النقطة لو ينتبه لها الأزواج، عفوا ستنا العزيزة، يعني أصبح السوشيال ميديا واقع مفروض علينا ما يمكن الاستغناء عنه، أو للأسف ما نقدر نتخلص منه بدرجة من الدرجات، وأصبح واقع أنه الزوج يمسك موبايله بالبيت والزوجة وحتى الأولاد إن وجدوا. طيب إحنا هذا الأمر ده يأثر علينا تأثير سلبي، يؤدي إلى الطلاق، يؤدي إلى جمود العلاقة الزوجية. كيف ممكن أن نخلق هنا من السوشيال ميديا عامل لجمعنا من جديد أو لفتح حوار مع الزوجة؟ أنا برأيي لو الأزواج ينتبهون إلى فد نقطة معينة، يعني أثناء ما الزوجة والزوجة ماسكين الموبايل دي يقلبون بالفيس أو غيرها، إذا شفت فد شيء عجبك، منشور، صورة، مقطع، لا بس أنه صيح الزوجة تعالي شوفي هذا ايش قد حلو، هي بالمقابل نفس الحالة. هنا خلقنا من السوشيال ميديا عنصر لجمعنا من جديد مكان ما هي أصبحت تفرقنا للأسف. هذه بحالة من يكون وعي الزوج والزوجة، من يكون أكو ثقة. يعني كثير بالازواج من يستعملون الفيسبوك او الشات او الماسنجر، ما يقول مثلا، يعني انا متاكده يعني من حالات، يعني جتي مثلا للمراكز مالتنا، يعني حكم عملنا احنا مثلا يعني حاليا انا عندي صراحه حمله على هذا موضوع الطلاق، زياده حالات الطلاق، الكثير انه تقول يعني مثل الزوج يكون صادق 1 و2 و3 واكثر، ايضا اكو زوجات هالشيء،
بس لو اكو هاي النوع من الشفافيه، لو موجوده الثقه، مثلا خلي يبادر الزوج، الرجل خليه هو يبادر، يعني خليه يخليها تشوف، يشاركها بالمنشور، يشاركها بالموضوع، يشاركها بالشات، اذا كانت مشكله عند صديقه مو شرط يعني انه تكون حبيبه سريه او شيء. نعم. يعني اشركها كويتش حالك كويتش شيء، هذه حتقرب. طيب. بس هذا الشيء وقت نوصل له من يكون عندنا وعي كيفيه استخدام هذا هذا شلون نقول تطور الجديد. نعم. على شعب عانى 37 سنه انغلاق كامل عن المجتمع، اي وعي اي ثقافه، وكثير منهم ما يعرفون يقرون يكتبون. احنا نعرف هالشيء هذا. ورأسا مثلا يجي جهاز بإيده حديث ويدخل على الانترنت ويحكي ويسولف وشي، وهذه هاي الكارثه. ست نادي، يعني عذرا، انت حضرتك ذكرتي بان ليش ما يكون يشركها، وحتى لو تكون هي صداقات من خلال هذا العالم الافتراضي، حتكون يعني مو بالضروره تكون لها نوايا سيئه، ممكن تكون بعضها بريء، لكن يعني اغلب الازواج والزوجات اذا يشتكون، او حتى الازواج بعض الاحيان يقولون بان يشركون الاصدقاء اللي موجودين معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يشركون بكل تفاصيل حياته الشخصيه، ممكن يشتكي من زوجته وهي ممكن تشتكي من زوجها او تفاصيل ثانيه. فكيف ممكن يتم اشراك الزوج او الزوجه بالتعرف على من يجرون هذه المحادثات، او منهم اصدقائهم في العالم الافتراضي؟ والسؤال الاخر، ليش يتم الابتعاد الى هذا العالم قبل ما يكون موجود، كانت الحياه طبيعيه واكو تواصل، من دخل هذا العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي الازواج هربوا الى، لان حياتهم كانت تعاني من فتور عاطفي، لو لان هي كانت موجه جربوها واصبح عندهم ادمان. الاثنين تصدقي. الأكثرية الحالات اللي التقينا بهم إذا كانوا يعني أزواج أو زوجات قروب من واقع، هذا الواقع حتى يدخل بظرف سياسي للبلد، إنه شو مثلا يخلق له عالم افتراضي مثل ما تفضلتي، إنه يعني يعيش هذه الفترة، يعيش إنه نوع من الهدوء، من الهروب من عالم مثالي هو يحبه. إذا كانت من مثل حديث مع فتاة، أشياء يمكن هو ما يتكلم بها مع زوجته، يتكلم بها مع هذه الفتاة. لكن كثير ايضا شفنا حالات من استبيانات، انه الزوج والزوجه اثنينهم عندهم فيس ونفس الاصدقاء المشتركين. اكو اي اساسه الثقه. لما يكون الثقه بين الزوج والزوجه اثنينهم يقدرون يعني يتواصلون، يصير تواصل، حتى يعني مثلا اعرف اثنين يعني يتكلمون بالماسنجر من يكون مشغول، نفس البيت بس ما يحكون سوا، بالماسنجر يحكون. يعني هذا يعني احسن شلون مثل احسن شيء يعني ممكن حاليا، اضعف طرق التواصل. اي بالضبط، اضعف الايمان. يعني هذه النقطه ما تواصل، لكن الشيء هاي مشكله الحميميه اللي فقدناها، يعني الزوج والزوجه يعني خصوصا فتره المساء اللي مثلا كانوا احنا نشوف مثل اهلنا ابائنا بيبياتنا يعني جداتنا كانوا يجلسون يتحدثون ساعات طويله، تفاصيل البيت، تفاصيل الجيران، تفاصيل الاقارب، تفاصيل ابنائهم. هذا الشيء من عدم نشوف كثير، انه حتى ماكو كلام، حتى من يطلعون ضيوف جالسين كل من مكانه، حتى الضيوف معاهم يعني بالضبط، ما يتركوا اول ما يدخل البيت يريد الباسورد بالضبط. حتى ما تفوت دقيقه انه يتحدث او يتكلم او يهرب، اكثر شيء يصير هروب. هاي صراحه مشكله يعني حقيقيه. طيب هنا المسؤوليه على من تقع، على الزوج ولا على الزوجه؟ من المسؤول عن كسر هذا الجمود اللي صار، هذا الروتين اللي صار بالاسف لحياتهم الزوجيه؟ المفروض احنا نقول اكثر شيء، يعني احنا كمجتمع عراقي نحمل المراه اكثر مسؤوليات اكثر، بس انا يعني رايي الشخصي انه لا، هم الاثنين مسؤولين، ما دام اتفقوا انه يكونون اسره حتى لا توصل حد الطلاق، لازم يكونون هم اثنين هم موقع المسؤوليه، الاثنين يبادرون حتى تكمل العائله. يعني اسباب الطلاق كارثه، اذا كان اكو اطفال، يعني عامل الطلاق من احنا نوصل هذا الحد حيصير انه اكو اطفال رح تتضرر، اكو زوجه رح تتضرر، اكو نفس الزوج، مو سهله تجربه الطلاق ابدا، مو سهله على الزوج او زوجه او الاطفال. طيب ست نادي، من خلال عملك ومتابعتك لهذه الحالات وما يخص حالات الطلاق المرتبطه بالسوشيال ميديا، تزيد عندنا بالعراق لو بدا من خلال الموجه اللي مضت بدا يصير اكو نوع من مو الوعي خلينا نقول، وانما الانتباه، بدا اكو خطر من خلال التعامل مع هذه المواقع وبدا تتقل له بازدياد الحالات الطلاق بازدياد وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي انا اعطيها مسؤوليه 75%، يعني نسبه كبيره مو قليله. كبيره، لكن احنا من سنه 2010 لحد اللحظه يعني دا نسوي البحوث، دا نسوي الدراسات، دا نحكي، دا نصارح الحكومه، دا نسوي لقاءات مع مسؤولين، انه دا مع قضاه،
ننبه على هذه الحالة. كثير حالات طلاق يعني قبل باللقاء يمكن السابق أو غير محطة ما أذكر أنه كل 10 يدخلون للمحكمة 8 يطلقون 2 يعقدون مهر. يعني مشكلة اجتماعية كارثة يواجهها المجتمع العراقي. يعني هذا تغيير قوي. التماسك العالي يعني كانت يمكن فترة الخمسينات والستينات 13% طلاق، وتبقى القضية بالمحكمة شهر وشهرين وسنة وسنتين لحد ما يصير طلاق ويقتنع القاضي انه هذول يعني ما لهم خط رجعة. يعني يدخل الباحث الاجتماعي، يدخل القاضي كولي امر للطرفين ينصح يعلم، لكن تنسى لا ابدا. وايضا يعني مثلا نرجع للسؤال اسمه الميديا، اذا كانت المحطات التلفزيونية تعرض مسلسلات مع هذه النسبة من الثقافة، هذا المستوى المتدني من الثقافة عندنا كثير. يعني مو أقصد أنه بس المرأة البسيطة اللي بالبيت، حتى فتيات يعني خريجات وموظفات يعني تصير عندهم حالات من نوع من اللبس. تنسى أنه مجتمعها شنو، تنسى أنه شنو بيئتها، شنو تربيتها، تدخل بعالم افتراضي، عالم حالم ما يفيدها ما يخدمها. يعني تكون هي أتفت فكرة عن الزواج، فت فكرة عن الزوج، فت فكرة عن الحياة المثالية، ومن تتزوج واكو كثير بشهر العسل يطلقون بعد اول شهر شهرين. نعم هذه كلها سبب، هذا كله الخيال اللي هم عايشين. طيب معنا اتصال هاتفي اذا تسمحين، خلينا نتعرف على مشاركه ومداخله تبارك معنا. صباح الخير يا تبارك. اهلا بك تبارك. صباح الخير. اهلا ومرحبا بك، تفضلي تبارك. طبعا موضوع اتمنى للنساء انه شويه يعني تركن على هذا الموضوع. واتمنى يعني يوعن شويه. وطبعا هو الزوج يخلي صفحة لزوجته، يعني اكيد هاي من باب الشقة. نعم اني تقضي غير هو يحبها، بس انه بعض النساء لا، يكون ثقة ازواجهن ولازم هي تحترم ثقة الزوج وحب الزوج. وطبعا هو الزوج من يطلع خارج البيت، يعني انه بعض النساء احنا ما يشمل الكل. نعم يعني لازم شوية تحترم العمل مع زوجها، انه دا يشتغل ويعمل على مودها وعلى مود اطفالها غير. يعني اتمنى من النساء شوية انه يوعن ويحترم يعني البيت، انه هي دا هي خانة ثقة زوجها لعد رب العالمين. يعني لازم هما كانت تكون الثقة، يعني لازم شوية. نعم اذا يجب مراعاة، يعني يكون مراعاة بهذا الجانب. أيه. شكرا يا تبارك. أيه. وصلت الفكرة. طلعت على إحصائية لعدد حالات الزواج والطلاق المسجلة في عموم أنحاء العراق العام 2016. لقيت أنه مثلا على سبيل المثال في محافظة الكوت كان عدد حالات الطلاق قرابة 150 حالة، عدد حالات الزواج تقريبا 1800 حالة. نسبة المقارنة ضئيلة جدا، عدد حالات الطلاق بالنسبة للزواج وهي حالة مبشرة. بقية المحافظات تقريبا بنفس النسب، لكن بغداد هي الكارثة. يعني عدد حالات الطلاق يصل إلى ربما 60 أو 70% من عدد حالات الزواج. يعني حتى نوصل الفكرة أكثر للمشاهد، مثلا في بغداد على فرض وجود 10,000 حالة زواج، يوجد مقابلها 6,000 أو 7,000 حالة طلاق. شنو السبب أنه تكون المراكز أكثر المدنية أكثر بعدد فترة عدد الزواج؟ نعم. أقل من الطلاق. طيب شنو السبب أنه مراكز المدن والمناطق المدنية تكون بها حالات الطلاق، أو في بغداد على سبيل المثال أكثر من حالات الطلاق مقارنة بأماكن أو محافظات أخرى؟ صورة عامة المحافظات المجتمع الأسري بعد بحالة التماسك. نعم. يعني بعد محافظ على ما نقول إحنا مو مجتمع قبلي، الأسري الترابط اللي بعد مثل الحدود للفتيات، الحدود للأولاد، الخوف من الأب، الخوف من الأم، الخوف من الجدة أو الجد، إن وجدوا بنفس العائلة بعد يعيشون بهذا المحيط. لكن مثلا تجي على بغداد، يعني بس مدينة الصدر، يعني قلت لك هاي الإحصائية إحنا سويناها مدينة الصدر. كل 10 يدخلون للمحكمة 8 طلاق، يعني 80%. كارثة هذه. من التقينا بقضاة مدينة البياع والسيدية وشي يقول لي يعني أكو لا أكو 4 أيام، أكو شهر، أكو 20 يوم يطلقون بعد عقد. هذه كل تاني اعتقد يعني تدخل اولا الحاله الاجتماعيه، المستوى الثقافي للاسره بالذات الام. احنا من نطالب ونتحدث ونقول انه المراه نصف المجتمع، تتعب عليها، توعيها، تثقفها، ما توصل لهذه الكارثه. طيب ستني عذرا على المقاطعه، لكن عندنا اتصال ما حابين نطول عليه، بعدها تكملي حضرتك الفكره اللي حابه توصليها. ويانا حسن من السماوه، صباح الخير. صباح الخير. الو حسن تسمعنا؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك بالبرنامج؟ تفضل حسن. يعني أنا أقول هاي السالفة يعني مال الطلاق وهيك يعني ما يعني ما تنبوه يعني أهلنا يزوجون الولد بعد عمره صغير وصير مشاكل مال الطلاق، فأنا أفضل يعني الزواج يكون يعني يكون الإنسان بالغ وناضج، يعني أبعد يعني ناضج وناضج. نعم. يعني اللي يتطلقون أكثر من اللي جاي يتزوجون. السبب الرئيسي هو يعني تجي لعمره عمره صغير بعد آخر واحدة بعد حتى أبوها يجي للمحكمة يحضر يتزوجها هنا آخر. لا أسبوع تجي مطلقة ليش؟ نعم. يعني بينما قبل الإنسان يكون بالغ وناضج يعني يفكر بالزواج، يعني قبل يستلم حتى خدمة الزواج يوم يكون يعني ما يشتغل بينما حتى بالفعل. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك حسن، وصلت الفكرة أنه الزواج المبكر بالفعل الشخص يكون غير ناضج سواء كان الزوج أو الزوجة، فتعاملهم مع الأمور ما يكون بحرص ونضج مما يؤدي إلى سهولة الطلاق والانفصال. هيك ينظرون للموضوع، هو موضوع الزواج زواج قرار. نعم. أنه الولد أو البنت من يقررون يتزوجون لازم يكونون أتوا مرحلة يعني وصف مرحله من النضج، اتهم يعني درجه من الوعي انه هذه شراكه تاسيس عائله به مسؤوليه. يعني عن تجربه شخصيه عن تجارب اللي لاحظناها انه خصوصا اول فتره من الزواج واذا صار حمل بدايه الزواج تكثر المسؤوليه عن نفسها هي الفتاه، ونفس الشيء الولد يعني ابدا مو فشي سهل على الرجل انه بيت اولاد اطفال حياه تتغير. يعني هي فتره خلينا نقول هم من يتزوجون مثل اختيارهم وفرحانين باختيارهم لما يكون الامور كلها يعني ممتازه والحاله الاجتماعيه والحاله الماديه كلها ممتازه، لكن من تبدي الحياه الحقيقيه الواقعيه لا ولا حيصير تصادم بينهم الطرفين. ندخل على المشاكل اذا دخل طرف ثالث هذه تبدي. اذا الزوجين يراد يكونون بمرحله عمريه مناسبه معينه تاهلهم ان يوصلون لمستوى من النضج. بس اسمح لي اكمل هذا الشيء. يعني مثلا احنا خطينا هذه تدخل وياها الاستعمال السيء للسوشيال ميديا، احنا تدخل الكارثه الكوارث بعد يعني يصير نوع من الشرخ انه كلش صعب انه ممكن ان واحد يلحمه. بالتالي يمكن البعض يقول احنا اهلنا متعلمين من زمان خصوصا بالمجتمعات الريفيه زوج البنيه والولد من كانوا صغار وحالات الطلاق ما كانت تحصل، لكن اليوم احنا ضغوطات العصر اكثر مغريات العصر اكثر، فبالتالي الطرفين ما راح ممكن ان يتعاملوا معها بنضج خصوصا اذا كانت اعمارهم صغيره. شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم في البرنامج والتكلم بهذا الموضوع. انا اشكركم، شكرا جزيلا لحضرتك. حبتنا مستمرين معكم ومواضيعنا لهذا اليوم، نتحدث عن مهنة النجارة وهي من المهن القديمة في العراق وكانت لها أسواق شهيرة، إلا أنها في الآونة الأخيرة تراجعت بسبب دخول البضاعة المستوردة التي نافست المنتوج المحلي. زميلنا أنس عادل عدنا تقرير عن هذه المهنة هي التجارة أو عفوا النجارة في بغداد، كيف هي في الفترة الأخيرة؟ تعلو أصوات المطرقة محدثة أصوات تناغمية بين الضربة تلو الأخرى، يدخل المسمار في لوحة الخشب ليستقر في داخلها. صباح الخير أعزائي المشاهدين، مهنة النجارة من المهن التي عرفناها قديم الزمان، لكن هل زالت محافظة عما كانت عليه في السابق؟ قيانا خلنا نستطلع أهم الآراء.
بالسابق كان الشغل بس العراقي، منتج المستورد أثر عليها، وبعض التجار من راحة وكانت البضاعة أول ما دخلت المستوردة كانت لابس يعني تقريبا الضاي بضاعتنا، فراحة وقللوا الأسعار وقللوا الجودة، إيش خلوا خلوا بس الفينش مالتها جمالية بي قوية، من يطب الزبون يطب العروس من يشوف هاي البضاعة المستوردة جماليتها أكثر وعلى صار إقبال على ذاك الشغل، قل الشغل. إقبال مو زين، يعني قبل أفضل، قبل كنا نبيع مثلاً بالأسبوع 4 غرف أو 5 غرف وعلينا طلبات، لكن هسه بالفترة الأخيرة من بدأ يدخلنا المستورد، يعني بدأ الاتجاه كل الاتجاه على المستورد، يعني طلباتنا قلت، يعني هسه أنا مثلاً صار أكثر من شهر ما بيع بس غرفة واحدة، المن تنطيها. تشتغلوها بالمعمل داخل هنا؟ احنا نسوق من السوق وما اتينا مرات نشتغل اذا مطلوب من عندنا بطلب، بس طلبات قليله يعني حتى العمال بدت تقعد، يعني يعني هسه عندنا كساد بالعمال يعني مو طبيعي، يعني اكثر العمال قاعدين يدورون شغل ماكو شغل. والله هسه الشغل اوضاعه يعني مو قبل، كان قبل يعني شغل زين كشغل العراقي، شغل يعني قبل 4 سنوات 5 سنوات كان شغل زين، بس هسه الاوضاع تعبانه، الشغل تعبانه بشكل، والاستيراد والتصدير جاي يجي مو مثل شغل العراقي، العراقي افضل كنجاره صبغ اخشابه، جاي يجينا ذاك ماده بلوك، البلوك ماده ان دي اف خوش مو نفس هذه النوعيه، الافضل بعد معروفه كشغل العراقي بالعالم دول العربيه كلها تعرف ماده المعاكس الخشب الصبغ المواد يردوها. كوضع الانجاجير اكثر الانجاجير يعني تركت هذا العمل لان ملتهين بالمستورد. بالاول كان اخواننا عصاج العراقي نبيع بالاسبوع 7 8 غرف، هسه اقل. ليش؟ بسبب المستورد، طب الصيني طب التركي طب الماليزي، يعني هالتفاصيل هذه هسه حاليا هم طب الغرف المصريه هم طبت حاليا بهالفتره هذه، فشغل العراقي بصوره عامه اقل. كانت المحافظات اقبال كلش عصاج، وهسه عندنا كموديلات كصاج اقوى من سابقا يعني كنجاره، بس الاقبال شويه اقل بصايه المستورد. هذا الشيء اثر على عملكم على مثل النجاره؟ طبعا ياثر على العمل، يعني بدل ما المعمل كنت تحط به ما يقارب 12 13 عامل، هسه ما بي غير 4 عمال تقريبا او 5 عمال يقل. اثر عليكم؟ طبعا ياثر علينا، واثر علينا بشكل يعني على المصلحه مالنا. على الرغم من وجود صعوبات تعاني منها هذه المهنة، منها دخول الأثاث المستورد وغيره، إلا أن العاملين فيها يعتبرونها مهنة محببة وجميلة. لبرنامج صباح الخير، يزن ساجد، بغداد. شكرا جزيلا لك يا يزن. هذا بالموضوع آخر حيدر، حيكون يعني يشتركون به النساء والرجال، ومع تقدم العمر الإنسان يبدأ الشعر الأبيض بالظهور في رأس الإنسان ويتحول الشعر على بقية جسمه إلى اللون الأبيض بالتدرج، ولكن هناك الكثير من الحالات لشباب يزحف الشيب على رؤوسهم، فما هي هذه الأسباب؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال الحديث والحوار القادم مع ضيفتنا في الاستوديو خبيرة التجميل موني علي شومان. صباح الخير موني. كوني سعيدة حبيبتي، الله يسلمك. أهلا بك. كنا للحديث عن
اسباب ظهور الشيب، قد البعض يعرف بان مع تقدم العمر يصبح هو كوضع طبيعي، لكن في مرحله الشباب وحتى مرات حتى في بعض بعمر المراهقه يمكن يطلع عندهم كم شعره شيب يقولون هذا وراثه، لكن من يكون يعني خلينا نقول نحصره في فتره الشباب يظهر اللي تكون اسباب، يعني ممكن تكون عوامل معينه وطريقه العنايه بالشعر تدفع الى او عدم العنايه تدفع الى ظهور الشيب بشكل مخيف بعض الاحيان يكون. خلينا ننوه لموضوع جدا مهم. اولا اساس الشعره هي بيضه، هي اساس اي شعر براس الانسان هي لونه ابيض، بس بتظهر اللون اللي انت بتشوفيه ان كان بني او اشقر او اسود، هيدي درجه اللون والصبغه الموجوده بالبصيله هي اللي بتحددها. هيدا اللون اساسه هي الميلانين اللي بتفرزه الخليه الخاصه بالشعر او بجلد الانسان. نوصل لمرحله اللي هو التقدم بالعمر بتبلش تشيخ هيدي او تتعرض للشيخوخه الخليه، بتصير تفقد شوي شوي من نشاطها بماده الميلانين، بتصير على بياض، بترجع لاساسها. اذا بتحكي على النوع الثاني اللي هو الشيب المبكر، فينا نحكي عن نوعين، نوع الناس البيض والناس السمر. هتقولي لي طبعا الناس البيض والناس السمر. الناس البيض اللي هن كثير معرضين اكثر للشيب قبل الناس، مش فينا نقول السمر او فينا نقول الافارقه، البشرتهم سوداء داكنه، لان ماده الميلانين عند الافارقه او البشرتهم داكنه كثير قويه وبتشتغل بنشاط اكثر، بحيث بنفس الوقت اذا بتلاحظ السود هم اقل معرضين للتجاعيد وللشيخوخه ولموضوع الشيب. اما البيض يعني بعمر من 25 ببلش تلاحظ انه عم بيصير عنده شيب. السود بيختلف الموضوع عندهم، والسبب هي حكيت لك ماده الميلانين اللي بتكون نشيطه اكثر، بتشتغل هيدي الخليه بسرعه اكثر، ونفس الوقت وقايه من الشمس بتخليهم محافظين على بشرتهم وقليلين التجاعيد. طيب شنو بقيه العوارض اللي ممكن ان تخلي يعني شاب يفقد ماده الميلانين؟ يعني مع التقدم بالعمر تبدا خلايا جسم الانسان كلها بالتعب، ومن ضمنها خلايا فروه الراس تاثر على البصيله، بالتالي صبغه الشعر راح تقل. لكن الشباب شنو السبب اللي يخليهم يفقدون صبغه الشعر وهم بعمر مبكر، ما زالت خلاياهم شابه ونشيطه؟ مزبوط، عوامل كثيره تحت ظروف معينه، اللي هي اهم شيء اذا بتحكي سبب اساسي هو الوراثي، عامل وراثي. نعم. بس العوامل الثانيه بنحكي عنها الحالات النفسيه هي السبب الرئيسي لهيدا الموضوع. يعني اليوم ضغوطات كثير، حالات نفسيه عم يتعرض لها الشاب، بحيث اليوم كان بالاول يداوم نص نهار، هلا اليوم عم بيداوم نهار كامل، عم يضطر يكون عنده وظيفتين عم بيضطر يكون عنده وظيفتين، فبهيدي الحاله الضغط النفسي والحاله النفسيه عم بتاثر على البصيله وعلى نقص ماده الميلانين، بحيث عم يظهر الشيب بوقت كثير مبكر عنده. طيب نتحدث عن النساء يعني من مختلف الاعمار وتحديدا يعني في فتره او مرحله الشباب، والبعض يصور بان كثره استخدام صبغات للشعر وهذه المواد الجديده اللي ظهرت ما بين سحب لون قصر لون، هذه كثير الامور اللي ظهرت فيما يخص اللون سببت بزياده ظهور الشيب، هل لها فعلا علاقه لو هو بس ما حيأثر عليه بشكل؟ لا طبعا بتاثر بشكل جدا مباشر، لانه اليوم انت من عم تعملي صبغه، هي الصبغه اساسا ماده كيميائيه، والماده الكيميائيه ماده سامه. اذا بتسمعي بالصالونات لما بتقول لك سحب لون، يعني انت اليوم عم تحطي ماده سامه عم تقتلي هيدي الخليه، عم تسحبي اللون منها، فانت عم تخليها معرضه بنسبه 60 ل 80% للشيب المبكر. هيدي الصبغات لانها ماده سامه وعم تسحب اللون، يعني عم تقتلي الخليه اللي هي اللي بتفرز ماده الميلانين. فهون امر طبيعي تلاقي الستات كمان معرضين للشيب بشكل كثير قوي وسريع بسبب هيدي الامور. طيب تلوث الجو والتعرض لدرجات الحراره العاليه ايضا ياثر على صبغات الشعر ويسرع بظهور الشيب؟ التلوث والمي وغيرها تاثر على البصله او على نوعيه الشعره، بس على الشيب لا ما بتاثر. نعم. امور كثيره بتاثر من بيناتها النظام الغذائي، هو موضوع جدا مهم. خلينا نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع. النظام الغذائي قلت لك عوامل كثيره، من بيناتها الحاله النفسيه، من بيناتها نقص الميلانين، الموضوع الثالث اللي هو النظام الغذائي. انا اليوم مجرد ما احس عندي وجع بالعظم، يعني ممكن يكون هشاشه بالعظام، فمفروض راسا الجا للدكتور او للطبيب المختص اعمل فحص الفيتامين دي، لان الفيتامينات كمان كثير بتاثر، من بيناتها الفيتامين دي، البي 12 والبي كومبلكس بياثروا كثير على موضوع الشيب المبكر. من انا الجا لموضوع
اعمل فحص كامل للانزيمات اللي عندي او شوف البروتينات اللي عندي. اكيد حقول لك شغله، ما حعالجه للشيب، ولحد هلا كل الابحاث والدراسات ما وصلت لنتيجه بتقول انه الشيب ممكن انت ترجعه، انه ممكن تستعمل شيء. اليوم انا اليوم عملت فحص طلع عندي هشاشه بالعظام، اخذت ابره علاجت هالموضوع، الشيب لا للاسف. طيب شو اجب دكتوره موني، يعني كيف بهذا التقدم الحاصل بعالم التجميل والعلاجات اللي تخص هذا، سواء كانت للبشره او حتى للشعر، ما بينها كثير من امور التساقط او التجاعيد او غيرها، تكون هناك علاجات. صبغه الشعر وهي معروفه، يعني هي الخلايا ممكن هي اللي تفرز هذه الصبغه او انتاج الميلانين، كيف او ليش صعب ان يحاولون اعاده يخلون البصيل او تنشيطها وتحفيزها مجددا؟ يعني شنو الصعوبه حتى الستم سيلز اللي نحن كثير بنشتغل فيها، اللي نحن بنعتبرها شيء رائج بعالم الطب وبعالم التجميل، ما قدرت توصل لحال بموضوع الشيب، لان الشيب هو بيشتغل على الخليه اللي بتفرز الميلانين. وصلت لمرحله هيدي الخليه صارت عدم قادره على عملها كطبيعي، او فيك تقولي خلص ماتت انتهت، يعني ما بقى فيك تعملي لها شيء. فبرجع بنوه لك على موضوع اليوم، انا بعمل فحص بكتشف انا عندي مثلا خلل صغير بالعظام او بغيره، بعمل ابره بتلاشى هذا الموضوع بلحقه. بينما بموضوع الشيب ممكن يعني توصلي لمرحله تتفادي الاعظم بهذا الموضوع، بس انك ترجع للشيب لا مستحيل. لا مستحيل. كل الدراسات والابحاث الاوروبيه او البريطانيه او غيرها ما قدرت تلاقي حل جذري لهذا الموضوع. اذا بهيك حاله مساله حقن الخلايا الجذعيه او البلازما غير مفيده لمعالجه الشيب. البلازما او الخلايا الجذعيه هيومن جروس فاكتور او غيرها بتفيد باحياء البصيله من اول وجديد للشعره، تعطيها يعني ترجع تحيا. اما كموضوع الشيب لا، بقول لك يا ما بتعالج موضوع الشيب. يعني ماكو علاج، حيكون فقط اللي هو التجميل والوقتي من خلال الصبغات، لكن ممكن تحافظين على الشعر الاسود الباقي صح. ممكن انت بس تحسي، قلت لك بيرجع لموضوع نظام غذائي. اذا انت اليوم حسيتي عم يظهر الشيب شعرتين ثلاثه، في ناس بتقول انه امر عادي بصبغهم، في ناس لا ما بتتقبل، راسا بتروح على الطبيب وبتعمل فحص عام لجسمها تشوف شنو الناقص. بهيدا النقص بتقدر توصل لمرحله انه تبلش تعوض الفيتامينات، ماده النحاس بس هيدي يمكن ما حدا كثير بيعلق عليها. هيدي الماده اكثر شيء بتساعد على الحفاظ على موضوع الشعر يبقى على حالته. من انا اليوم روح اعمل كل 3 اشهر تشيك واعمل شوف شو اللي ناقص عندي وحافظ على هيدي الماده، انا بحافظ على موضوع الشعر يبقى من دون ما يتعرض للشيب اللي هو قوي. طيب دكتوره، يمكن البعض يمكن قد يكون حديثي حيخص النساء لانهم الاكثر، يمكن يعني بيصورون هم يعتنون بشعرهم لكن هم قد يجرمون بحقه باستخدامهم الغير صحيح للمنتجات اللي يستخدموها. البعض يقول ما اشتري المنتجات التجاريه، الجا للخلطات اللي تكون هي الاعشاب فيما يخص الشعر والعنايه به او حتى لتغيير يمكن لونه، يمكن يلجؤون الى الحنه بيقولون هي اقل ضررا. هذه الخلطات الاعشاب او اذا كانت الحنه او بعض الخلطات حتى تعطي لون، هم بالنتيجه هي حتاثر على الشعر وحتساهم بزياده ظهور الشيب؟ حتاثر على الموضوع بس بنسبه ضئيله جدا، اخف بكثير من الماده اللي فيها الامونيا اللي هي ماده كيميائيه سامه. العلاجات اللي كان اعشاب او الحنه اللي حضرتك حكيتي عنها طبعا بتاثر على هيدي البصله انه ترق فتره بعد فتره والماده تنخفض فيها تصير نشاطها اقل، بس بنسبه اقل من الصبغات اللي هي متواجده هلا. وفعلا مزبوط، نحن كمراكز تجميل بنلاحظ وبنشوف الستات اكثر شيب من الرجال، يعني بعمر مبكر، وهذا عم بياثر على الحاله النفسيه. انا اليوم صبيه بتجيني عمرها 20 سنه عندها شيب. ليش؟ لان من عمر 14 سنه هي عم تصبغ. طيب مثل هيك حالات بالاضافه الى اذا صح التعبير التداخل التجميلي وبعض العلاجات للحفاظ على ما تبقى من الشعر الاسود، ايضا تقدمون ممكن نصائح للنظام الغذائي لو فقط عباره عن عقاقير او علاجات تعطوها للزبون؟ انا اهم شيء عندي بهذا الموضوع بس تجي زبون ومعرض لهيك موضوع وفي بدايه شيب، راسا بلجا للموضوع النظام الغذائي. لان النظام الغذائي هو الوحيد اللي ممكن يساعدها انها تحافظ على المتدفق. شنو الاكلات والوجبات المفيده هنا بهاي الحاله؟ كل شيء فيه بروتين، كل شيء فيه حديد، البي 12، البي كومبلكس، هيدا اكثر شيء بتحافظ على موضوع الشعر، يعني تحافظ عليه من انه يظهر فيه شيب بنسبه اكبر.
وبشكل عام هي حتفيد ايضا حتى الشعر تمنع من التساقط وعلى صحه الشعر والبشره، يعني هذه الفيتامينات الاساسيه يعني قله النسب بها اهم من ما حكى حضرته العقاقير وهالشغلات. صح نحن هيدا دومانا، بس بالنسبه لنا انا بحكي بالشيء الصحي افضل، لانه هو حياه النتيجه اسرع. اي شيء مواد كيميائيه حتساعدك لفتره محدده بعدين حترجعك لورا، يعني ساعدتك اوكي لشهر حسيتي في تغيير، اليوم انا ظهر شيب عملت صبغه غطت لي شيب اكثر من 15 يوم ما حتغطي، بينما انا لما بلجا للاشياء الطبيعيه وبحس في خلل بالانزيمات عندي وخلل بهيدي الخليه، صار في نقص بانتاج المادي وبلجا للموضوع اللي هو طبيعي عبر الفيتامينات وعبر البروتينات والحديد والنحاس اللي الاكلات اللي ممكن ينتج من هذا الموضوع، فبالعكس بيكون افضل من اني الجا للشغلات الكيميائيه والمؤقته. بالتأكيد. شكرا جزيلا دكتور على تواجدك معنا اليوم بالبرنامج. ميرسي كثير، نورتينا. شكرا جزيلا. الله يسلمكم احبتنا، وصلنا اياكم لنهايه نشورنا الصباحي لهذا اليوم ونهايه اسبوع امن نتمناه للجميع مشاهدينا. كونوا في امان الله، مع السلامه.